بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد نبي الأمين. الأخ الرئيس سمو رئيس مجلس الوزراء، الأخوة الأفاضل الوزراء والنواب، إن وحدتنا الوطنية وتماسكنا الاجتماعي ومكتسباتنا الدستورية هي خطوط الدفاع الأولى عن أمننا الوطني، وعلينا أن نحصنها ونزيدها منعة وقوة بممارسة ديمقراطية بناءة وصحيحة. إننا بفضله تعالى نملك من الإمكانات ما يكفي، ومن الكفاءة ما يزيد، وما يقربنا أقوى مما يبعدنا، وما يوحدنا أكبر مما يفرقنا. يجمع بين قلوبنا الإيمان بالله، ويشد وثاقنا وطن واحد نعتز به وندين له بالولاء. ومن حسن طالعنا جميعا إننا نخطو خطواتنا الأولى في ظل عهد جديد واعد، يؤمن بالمسيرة ويتطلع للمستقبل، يسقي بذور الأمل ويجدد روح التفاؤل، يشد العزم للإصلاح والعزيمة للبناء. هذه ليست كلماتي، هذه كلمات المغفور له المرحوم جاسم محمد الأخرافي في 30/10/2007، كما قال كلمات وكأنه يتحدث عن نفسه عندما قال: وطننا معدن وجودنا وتاريخ أسلافنا، والشعب الكويتي وجود ممدود وبقاء موصول، أما نحن فخلودنا كائن في أعمالنا لا في أعمارنا. قال هذه الكلمات في 28/10/2000 في افتتاح دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي التاسع. حقيقة الأخوة الأفاضل، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أسرة الفقيد، أتقدم بجزيل الشكر وعظيم العرفان للجميع، ابتداء بحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، وسمو ولي عهده الأمين حفظه الله، وسمو رئيس مجلس الوزراء الموقر، والأخوة الأفاضل أعضاء مجلس الأمة وزراء ونواب، والشعب الكويتي بكافة أطيافه ومشاربه، على مشاعرهم الطيبة وعلى كل ما قيل بحق المرحوم جاسم محمد الأخرافي. كما حملني الأخوة الأفاضل موظفو الأمانة أو موظفي الأمانة العامة لمجلس الأمة بأنقل مشاعرهم تجاه المرحوم بأنه كان أبا عطوفا على الجميع، على الكبير للكبير وللصغير. فشكرا للجميع، وأختم بأن أدعو المولى عز وجل أن يغفر لعبده جاسم محمد عبد المحسن الأخرافي ويرحمه ويعافيه ويعفو عنه ويكرم نزله ويوسع مدخله، وأن يغسله بالماء والثلج والبرد، وينقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. شكرا للجميع على مشاعركم الطيبة، ورحم الله المغفور له جاسم محمد الأخرافي، ولا أراكم مكروها بعزيز. شكرا. شكرا للأخ مرزوق الغانم.